صباح الخير يا زملائي، مفتاح الفني الصباح لشركة وينز البروكر. هنقدم لكم كلمة اليوم 27 سبتمبر 2022، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تولد سابق المؤشر داو جونز وانخفاضات كبيرة طبعا الأسهم الأمريكية خلال تولد أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول لشعور المستثمرين بالقلق من أن حملة من مجلس الاحتياطي الاتحادي القوية لمكافحة التضخم قد تدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى انكماش حاد. دي كانت أهم الأخبار اللي كانت مؤثرة في الأسواق. امس ما كانش عندنا بيانات هامه، ولكن اليوم في انتظار بيان هام هو مؤشر ثقه المستهلك السي بي الامريكي المتوقع ليه 104.5، والشهر الماضي كان 103.2. دي كانت اهم البيانات من الاخبار، وذلك ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما وضح معانا على الشارت، الاداء السلبي على مستوى كل المؤشرات، الاداء السلبي على الاي ام اي على الاستوكاستيك، تقاطع متوسطات سعر الاسفل، ثبات سعر اسفله وثباته اسفل النقطة المحوريه عن 29700، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر 29445 وراها 220 وراها 865، مرة تانية كسر 445 وراها 220 وراها 865، السيناريو الآخر معاك سحب كسر ال 40 وراها 375 وراها 715. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.